فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ينقل عن فضيلتكم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية في الجمعة أنها بدعة، فهل هذا صحيح؟ الناقل كذاب هذا. أنا ما قلت في الخطبة، أقول ختم الخطبة بالصلاة على النبي مخالف لما ورد ختمها، أما يختمها بالقرآن بالآيات من القرآن، ولا ورد أنها تختم بالصلاة على، إنما الصلاة على النبي في أولها، في أول الخطبة بعد الشهادتين، هذا محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في آخر الخطبة. هذا الذين أقوله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.